إذن جميعا حسين. نشيد الزمان في صباح هذا اليوم. اليوم صباحا اتصل أحد الإخوة من خارج العراق قال يا سيد تدري أنا وين هسه؟ لوين؟ قال أنا بضريح السيدة زينب. قال أريد أفتح المايك وأريدك تسلم عليها سيد. أنا قلت لها كلمتين، قلت لها الصرخة بالعراق تسمعيها مولاتي، والدمعة بالعراق تشوفيها، عينك على أهل العراق وعينك على أهل البحرين يا زينب. ويا زينب طلعت، وزينب من طلعت مو هينة، وحاجت أبو علي حاجته. إيش قلت له؟ قلت له لا تقول ما عندك مرور، لا تقول ما عندك مرور، لا تقول ضيعت الأخو يا حسين. ثورة على الظالمين، صرخة المظلومين في كل مكان، صرخة الأحرار، ما يجري على المؤمنين الشرفاء في كل مكان في العالم، لأنهم يصرخون يا حسين. هذه الصرخة التي لا تموت، هذه الصرخة التي لا تبرد، هذه الثورة التي ستبقى إلى ظهور الحق على يد مولانا صاحب الزمان، الذي سيخرج ويقول يا لثارات الحسين، وسيبقى دوما ندائي حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.